بص كتير وافكر في حالي وحال الناس، بنتولد في لفة وبنسيب الدنيا في اللفة، وبين اللفتين بناخد من الدنيا لفة. لو عشنا بس روحنا نبقى ضعنا يا ناس، بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه. اهلا بيكم مشاهدينا، وتقرير جديد وفقره جديده من فقراتنا اليوميه نجوم الخير في برنامجنا النهارده. 30 نجم و30 حاله انسانيه بنساعدهم. تعالوا بينا مشاهدينا نبدا فقرتنا النهارده ونشوف مين نجمنا، نجم الخير اللي معانا، وهنفرح قلب مين وربنا يتقبل يا رب. ونجوم الخير بالتعاون مع شركائنا في الخير، بنوك الخير، بنك الطعام وبنك الكساء وبنك الشفاء. يلا بينا مشاهدينا نبدا فقرتنا ونشوف النجم الكبير والفنان الكبير اللي نازل معانا النهارده يعمل خير هو مين. مسحراتي على الطبله باجي بقول يا هادي، ومن ليلادي صايمين سحراتي، عاشق بلادي من يوم ميلادي لحد يوم الدين. مسحراتي منهم باجي لغاية عندهم، جعل وصوتي بقول لهم اصحوا بقى يا نايمين. مسحراتي منهم باجي لغاية عندهم، وبعن وصوتي بقول لهم اصحوا بقى يا نايمين. مشاهدي فقرتنا نجوم الخير، نجمنا النهارده اللي نازل معانا في الخير ورحله الخير بتاعتنا نجم كبير ونجم محبوب جدا هو الفنان الكبير إيهاب توفيق. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا دعاء، نورتنا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب، شكرا، ربنا يكرمك. احنا عايزين كده نفتكر مع بعض ذكريات رمضان. رمضان اتغير عن زمان؟ والله في كل عمر من يعني او في كل جيل بعض الحاجات بتتغير، ولكن في طقوس يعني أساسية ما بتتغيرش عند كل الناس. صيام وصلاة وقراءة القرآن دي ما فيهاش كلام. في رمضان بيبقى فيها التزام شديد جدا وتركيز كبير جدا. الحاجات اللي بتختلف بقى مع العمر، الواحد بيبقى وهو صغير بيبقى فيه حد مسؤول عنه بيجيب له الحاجات اللي هو بيحبها في رمضان، الفانوس، اللعبة، الالتزامات بتاعة رمضان، التوجيهات المعينة اللي بتبقى من الأب والأم. لكن لما بتكبر شوية بتبقى انت عليك العبء ده، انت بتنقل ده من الجيل الكبير لولادك انت بعد كده. مع اختلاف الأجيال، مع اختلاف الأجيال، انه ساعات كنا يعني بالساعات يعني كل ما كنا نجيب الفانوس بتاع زمان لازم نتحرق بيه ونتلسع من الشمع وبتاع. دلوقتي دلوقتي بقى مختلف ومتطور، وفي أغاني وبيرقص ويعمل كل حاجة. كل حاجة بتعمل فيه. بتاعنا كان أحلى، انا شايف كده. أيوة. عشان كده رجعوا يعملوا الفانوس الثاني اللي هو الازاز والنحاس والصفيح واللي هو المشغول بالشغل القديم بتاع زمان. أوه. بس بقوا بيعملوه باحجام كبيره قوي. كبيره قوي صح. عشان تحط للزينه يعني. ايوه. وقول لي بقى يعني موضوع بقى انه نعود ولادنا على الصيام وعلى الاخلاق وعلى لمه العيله وصله الرحم والصدقه والخير والحاجات دي في رمضان وطول السنه، يعني ما بقتش برضو زي واحنا صغيرين. يعني واحنا صغيرين الحاجات دي كانت يعني ما فيهاش كلام. دلوقتي ملاحظه ان الاجيال الجديده الاطفال والاجيال اللي هم قدنا احنا بقى لما كبرنا كده وبقى عندنا اولاد ما بقيناش مركزين في الحاجات دي زي اهلنا. والله المعايدات كده بقت بالتليفون على الواتساب. كله بالواتساب، كله بيبعت كل سنه وانت طيب، ويروح دايس عليها فورورد لكل الناس ونخلص. انا ما بعملش كده خالص فعلا. حتى لو ببعت رساله ببعتها باسم كل واحد.
ليه شخصيه. الله حلو. ما بعملش كل سنه وانت طيب الفنان ايهاب توفيق واروح بعتها تروح لكل الناس في نفس الوقت، لا. كل سنه وانت طيب يا فلان. كل سنه يعني بتبقى بالاسم عشان تبقى فيها احساس. يعني انت ما بتقدرش تروح تزوره زي ما كنت بتعمل زمان، ولكن برضو في خصوصيه بانك بتخصه بانك بتعيد عليه شخصيا. جميل. فبتبقى احلى كتير من انه الواحد يعمل رساله كده ويروح حاطط فيها شويه نجوم وفانوس وحد بيضحك وبتاع وكده ويروح بعتها للناس، لا انا ما بحبش اعمل كده. هو ده اللي بقى دارج دلوقتي، وهو ده اللي بقى متاح دلوقتي عشان الزحمه، الناس ما بتقدرش تخرج براحتها، والواحد بيعمل مشوار واحد في اليوم لو قدر يقضيه يعني. ولكن برضو مع التطور اللي حصل ده ما نخليهوش يعني يبعدنا عن بعض، او يخلينا التواصل ما بيننا برساله حتى ما تعرفش هي هتروح لمين ولا ما تروحش لمين. يعني يبقى فيه شويه تواصل بانك تخص الناس، بانك بتعايد عليهم، بانك تكلم فلان حد قريبك او حد صاحبك او حد حبيبك تكلمه في التليفون شخصيا وتعايد عليه، يعني بتقرب الناس شويه. صح. لا فعلا فكرتك جميله جدا وفيها لمسه انسانيه، لا احنا بقينا مفتقدين الاحساس ده اصلا دلوقتي، هي الصوره بتتبعت وخلاص، كل سنه وانت طيب وقلوب وخلاص. احنا عملنا مع بعض من كام سنه اغنيه جميله كانت عن لمصر، وكان وقتها بقى كمان البطولات بتاعت مصر في الكوره وكانت جميله. ان شاء الله نعمل حاجه مع بعض بقى رمضان. يلا ان شاء الله. انا جاهز وما اتاخرش ابدا في اي حاجه تتعمل لا لمصر ولا للخير. طبعا ان شاء الله. ورمضان بقى انا بحب اغنيتك جدا، بقيت دلوقتي مرتبطه بيها، اول ما بسمعها بفرح كده، بحس ان رمضان جه. نسمعها بقى. لما تلاقي نجوم السما مليانه ايمان، لما تلاقي الخير والحب في كل مكان، لما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانه ايمان، لما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. حلو يا حلو عيا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوية مسحرتية وناس بتغيس، والكل تجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. وحاوية وحاوية عيا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوية مسحرتية ناس بتغيس، والكل تجمعوا في تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. الله 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 الله. فرحتنا، حسسنا برمضان. ربنا يخليك، كل سنة جميلة جميلة وانت طيب. واحنا بقى كده نازلين ورايحين نعمل الخير. الفن دوره كبير قوي في توجيه الناس للخير. اكيد يعني لما بيكون الواحد عنده الفكره بتاعت حب الخير ويكون قدوه للناس في الاعمال الخيريه وفي التصرفات السليمه الصحيحه اللي المفروض نتعامل فيها مع بعض، اكيد يعني في ناس كتير بتقلده، والناس اللي بتحبه بتعمل زيه، والناس اللي بتحب الخير لما بتلاقي حد من الفنانين اللي بيحبوهم بيعملوا اعمال خير بيتشجعوا هم كمان عشان يزيدوا في اعمال الخير اللي بيعملوها. فيا رب دايما نكون قدوه حسنه للناس، ونكون يعني الكلمه اللي بتتقال على طول نكون عند حسن ظنهم، ونظهر قدامهم دايما بصوره حلوه ومشرفه، ونبقى قدوه للشباب اللي طالعين اللي سنهم لسه صغير وسنهم لسه في مرحله بدايه الشباب، والاطفال يعملوا الحاجات الحلوه اللي بنعملها وبنقوم بيها. وعلى فكره يعني في ناس فعلا بتعمل الاعمال دي مش بتعملها بس قدام الكاميرا عشان الناس تشوفها وتعملها، بتعملها من قلبها وبتعملها بحب وبتعملها بصدق وبتعملها بصراحه وبتعملها بنفس راضيه وبنفس صافيه. فيا رب دايما كل الناس اللي تقوم بعمل الخير تكون فعلا طالع من جوه قلبها.
يا رب. واحنا مبسوطين ان انت موجود معنا النهارده، ومن اهم اهداف فقرتنا نجوم الخير انه مشاهدينا يشوفوا نجومنا في كل المجالات بينزلوا ازاي وبيعملوا خير بنفسهم زي ما بتقول، يكونوا قدوه والكل ينزل ويتحمس ويشتغل كده في الخير ويشتغل لله. يا رب ان شاء الله ربنا شاء الله. يتقبل. احنا وصلنا للحاله الانسانيه اللي احنا رايحين نساعدها النهارده، يلا بينا ننزل ونشوفهم محتاجين. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء طيبة حبيبتي. طيبة الحمد لله. احنا النهارده جايين لك ومعانا النجم الفنان ايهاب توفيق. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. اهلا بيك يا استاذ. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. احكي لنا بقى ايه الحكايه عندك، ايه المشاكل؟ المشاكل ابوها على جد حلو يعني. يلا. ابوها موجود بس يعني على جد حلو. بتتكلمي على العروسه؟ لا ابوها. بتقول ابوها. ابوها ابو عروستها. اه جوزك يعني. ابو بنتها يعني ابو العروسه او بنتها. وبنتي مخطوبه والله اتاجلت مرتين عشان خاطر موضوع الجهاز. فطمعانين في كرم حضرتكم يعني تساعدونا باي حاجه. يعني بتشتغل ايه؟ هو اصلا شغلته الاساسيه بقى بس هو تعب شويه فمش ممارسه يعني المباني، نوبه على توك توك نوبه على المباني. اه يعني هو مريض ومش بيشتغل. اه لا هو يعني ظهره تعبه فالمباني ايه بتتعب له ظهره. اه فما بيشتغل. بيشتغل بس ايه مش ممارسه، نوبه على توك توك ونوبه في المباني. كده يعني الف سلام عليه ان شاء الله يعني ربنا يكرم يعني جايبين لك شويه حاجات تساعد في الخطوبه بتاعت بنتك. ربنا يخليك ان شاء الله خير. عندي بصي صباح موجود ايوه بس مش عايزه تظهر يعني. والعروسه هنا عايزاها؟ لا لا. انت عندك كم يعني؟ عندي ولدين وبنتين. ولدين وبنتين. اه ربنا يبارك يا حبيبتي. ربنا يخليهم. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. واحنا جايبين لك حاجات بسيطه كده لجهاز العروسه. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. خلاص ربنا يخليك. ربنا يخليك. نورتنا يا استاذ ايهاب. الله يخليك يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. انت طيب. السلام. السلام. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب. كمان هنديكي بس حاجه بسيطه، شنطه رمضان. وتعالي الشنطه فين يا شباب؟ تعالي بس ارميها مع الاجهزه بتاعتك. ماشي نورتنا يا استاذ ايهاب. ربنا يخليك يا حبيبي. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. تسلمي. اتفضلي. ماشي. كلنا نقدر نساعد وانا الخير كتير، يلا بينا نبدا طريقنا حب وخير. بتمنى ان شاء الله كل الاعمال الاعمال الخير اللي بنقوم بيها وكل زملائي وكل الناس اللي بتحب تعمل خير، كل الاعمال اللي عملناها الناس تاخدها قدوه وتاخد الاعمال اللي عملناها دي قدوه ليهم ويعملوا زينا زي ما بنعمل. كل واحد عنده قريب او صاحب او صديق او حبيب محتاج اي مساعده منه ويحاول يساعده لو هو يقدر، وخصوصا ان احنا في شهر الخير والبركه والكرم والحسنات، ناخد قدوه في شهر رمضان بان احنا نعمل اعمال خير كتير وتستمر بعد رمضان، تستمر على طول السنه، تستمر لكل الناس اللي بنحبهم. كل اللي يقدر يساعد حد بيحبه يساعده، كل اللي يقدر يساعد حد بيشوفه محتاج مساعده يساعده. ما تبخلوش على الناس عشان ربنا كريم، وقد ما بتدي حسنات للناس قد ما بتدي مساعدات للناس على قد ما بتاخدها حسنات من ربنا سبحانه وتعالى. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد علينا وعليكم الشهر الكريم والشهر الفضيل بالخير واليمن والبركه. السلام عليكم. كلنا نقدر نساعد وانا الخير كتير، يلا بينا نبدا طريقنا حب وخير. في نهايته نلاقي جنة متزينة مسك وحليب.